في فيلل منزورها بتترك عنا انطباع رائع بتخلينا دائما نتذكرها كل ما خطر على بالنا كلمة فيلا. كل زاوية فيها، كل حجر فيها، طريقة بنائها وحتى المسبح اللي فيها وتنسيق حديقتها. هاي الفيلا واحدة من الفيلل اللي بتترك انطباع رائع. معكم أديب قطان من شركة بانوراما. رح أبدأ معكم من الحديقة. بداية نحن بمنطقة بيوك شيكمجا، ومن حديقتك أنت شايف البحر بشكل كامل من الحديقة، فما بالك لما نطلع للطابق الأخير ونشوف منظر البحر مع المساحات الخضراء اللي رح تكون مغطية تماماً كل شيء قدامنا. مساحة الحديقة 850 متر مربع، بالإضافة لأنه فيها مسبح مدفأ ومجهز بالكامل، ونوع السيراميك فيه نوع أول، رح يكون مدفأ تماماً مثل أكواخ صبنجة، بالإضافة لأنه فيه إنارة فيك تتحكم فيها بالجهاز بعدة ألوان مختلفة. بالإضافة لأنه بالحديقة في عندي مساحات إضافية، حديقة خلفية وحديقة جانبية، فينا نستخدم المساحة هاي إما لنعمل ألعاب أطفال أو لحتى نعمل غرفة للحارس أو الشوفير مثلاً. بالإضافة لأنه كل الأشجار الموجودة بالحديقة هاي أشجار مثمرة وأشجار فواكه. هيك كان شكل الحديقة. يلا ندخل على البناء ونشوفه مع بعض. هون عم يكون عندي مدخل الفيلا الرئيسي، وطبعا بدي احكي شوي عن الباب المستخدم بهاي الفيلا. الباب بجودة عالية، مقاوم للعوامل الطبيعية مثل الرطوبة والحرارة، وايضا عازل للصوت بشكل عالي، بالاضافة لوجود السيكوريتي سيستم. هون في عندي كاميرا، هون في عندي دخول على البصمة، موصول بالجوال رح يعطيني إشعار، وبحيث ما عطيت تأكيد أو ما دخلت كلمة السر خلال دقيقة بهذا الجهاز فرح يروح إشعار للشرطة. فعندي سيكوريتي سيستم رائع جدا ومربوط بالجوال، بالإضافة لوجود مستشعر حركة. يعني أنت بيكون عندك الفيلا الخاصة خاصة فيك مش بمجمع، لكن أنت كسبت نظام سيكوريتي كتير كتير عالي. طبعا هون في عندي بانل للتحكم بالمنزل بشكل كامل او بالفيلا بشكل كامل، نظام السمارت هوم سيستم. على يمين عندي المراية، على يساري كابينة المعاطف والأحذية. وعم نلاحظ وجود الإنارة المخفية بداخل الخشب وبداخل الأسقف هاي، مثل ما عم تشوفوا إنارة مخفية، بالإضافة لأنه السقف عم استخدموا فيه خشب الزان. طبعا هون في عندي غرفة مع حمامها، ممكن تستخدمها كمكتب أو ممكن تكون غرفة نوم صغيرة حسب شو بتفضل. وطبعاً لأنه نحن بشركة بانوراما منركز على الفخامة والرقي، فمثل ما عم تشوفوا بهاي الفيلا عندي غرفة ساونا مجهزة بالكامل. بالإضافة لوجود حمام تركي، لكن مش أي حمام تركي، هذا الحمام مستخدم فيه الحجر الطبيعي. حتى المسامات اللي عم تشوفوها هي مسامات طبيعية لحجر طبيعي، بالإضافة لأنه الرخام الموجود هون كمان مدفأ بالكامل لحتى تكون تجربة رائعة، بالإضافة لوجود كابينة الدوش أكيد بهذا الحمام. أنا الآن بالصالة الأولى لهي الفيلا، ومثل ما عم تشوفوا الصالة بنظام أمريكي موصول مع المطبخ. طبعا احنا تركنا هذا الفاصل، موضوع بيرجع لكم كيف بدكم تفصلوا المطبخ عن الصالة، إما برخام أو زجاج أو ممكن حتى خشب. الحلو بالصالة هي إنه في عندك ثلاث مخارج على الحديقة، فأنت بمطبخك عم تشوفي البحر قدامك من هذا الاتجاه بشكل كامل، وهون عم تشوفي الأولاد وهن عم يلعبوا بالحديقة، وعم تشوفي المسبح. هون في عندي درج بياخذني للطوابق الثانية. طبعا المطبخ استخدموا فيه ماركة سيمنز للأجهزة الكهربائية. هون في عندي مايكروويف، فرن، طباخ بنظام كهربائي، بالإضافة لساحب الهواء. طبعاً من عدا المخارج الموجودة على الحديقة أيضاً في عندي نافذتين لحتى نضمن لك الإنارة الطبيعية طول اليوم. وأيضاً ارتفاع السقف بالصالة 3.5 أمتار، مثل ما عم تشوفوا إنارة كاملة، ديكور كامل كان بالمطبخ أو بالصالة. هيك كان شكل الطابق الأول. يلا نطلع للطابق الثاني ونشوف شو في عنا. Thank you.
بهذا الطابق عندي 3 غرف نوم، والثلاث غرف كلهم بالحمام الخاص فيهم بالإضافة لهي الإطلالة. تخيل أن إطلالتك كل يوم رح تكون بهذا الشكل. مساحات غرف النوم كبيرة، بالإضافة لوجود فرنش بالكوني مثل ما عم تشوفوا لحتى تضمن الإضاءة الطبيعية مثل ما حكينا، بالإضافة لأنه بهي الغرفة بالذات عندي غرفة ملابس بهذا الحجم وعم تاخذني على الحمام. طبعا جودة الحمامات بكل الغرف جودة كثير عالية، بالإضافة لأنه الباركي المستخدم هو باركي الخشب الطبيعي. ما زلنا بالطابق الثاني، ثاني غرفة نوم، بإطلالة على المسبح والحديقة وأيضا إطلالة مفتوحة، وهي على حسب مخطط البلدية رح تكون حديقة، فرح يكون عندك إطلالة ما بيتسكر عليها أبدا. طبعا في عندك تراس بالإضافة لحمام، مثل ما حكينا أنه كل غرف النوم فيهم الحمام الخاص فيهم. طبعا بدي نوه أنه كمان التدفئة من ماركة سيمنز الألمانية. ثالث غرفة نوم واللي هي أصغر غرفة من ناحية المساحة، مثل ما عم تلاحظوا أنه بكل الغرف أكدوا على موضوع توزيع الإضاءة. الطابق الأخير تركت لكم يا لآخر الفيديو لأنه رح يعجبكم كتير. مفاجأة بالطابق الأخير اللي هي كوخ بنظام كندي، مثل ما عم تشوفوا سقف خشبي مع الإطلالة الحلوة هي اللي عن جد ما ضل كلام يوصفها. إطلالة مفتوحة، مساحات خضراء، البحر كله قدامك، عندك خيارات كتيرة. ممكن بالصيف تقعد برا تراس صيفي، وبالشتاء تقعد جوا، وحتى برا معك رخصة أنك تعمل قعدة زجاجية أو قعدات باربيكيو. طبعا مثل ما عم تشوفوا الشاومينات الصناعي رح يكون هون، بالإضافة لأنه في عندي غرفة خادمة عم تكون موجودة هون، الحمام والمطبخ مقابلي تماما بهذا الشكل. خلونا نطلع على التراس 60 متر هاد ونشوفه بشكل أوضح. بهذا الطرف مثل ما عم تشوفوا البحر، مساحات كبيرة، مساحات خضراء ما رح يتسكر عليها أبدا، بحر على مد نظرك. بهذا الطرف عم نشوف بيل جدوزو مدينة المعارض، بالإضافة لبهجة شهيرة عم نشوفها بشكل كامل. هون في عندي مخزن فينا نستخدمه، مساحته جدا جيدة، بالإضافة لأنه من هذا الطرف اللي عم يكون مقابلي عم نشوف الحديقة والمسبح. بدي نوه انه في عنا هون مساحة اضافية ممكن نستخدمها او نبني عليها غرفة استقبال او غرفة ضيوف او ممكن حتى غرفة للحارس، هذا الشيء بيرجع لتفضيلكم. هيك كان شكل فيلتنا اليوم، شكرا لانكم تابعتوا الفيديو للاخير. كان معكم اديب قطان، انتظرونا فيديوهات جديدة والله يهني صاحب النصيب.